كتاب رسالة الوداع الأخير لحضرة الإمبراطور المعظم كوفيد 19 هو تتمة للكتاب الذي سبق أن أصدرته بعنوان في حضرة الإمبراطور المعظم كوفيد 19 بعد المستجدات التي شرفت على 4 سنوات من عمر هذا الفيروس الذي قلب العالم والذي حاصر العالم والذي فرض إكراهات كثيرة لازلنا نعاني من تبعاتها حتى اليوم، ولا زالت تبعاتها ممتدة في الزمان سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى القيمي أيضا. قصدت من هذا الكتاب أن أحاول قراءة تأملية في القضايا التي ولدها كوفيد، مثل قراءة سيكولوجية أيضا أنثروبولوجية في القناع في الماسك ودلالاته الذي ولد لنا أشبه بدوبل بيرسونا، شخصيتين، شخصية وراء القناع وشخصية خارج القناع، أيضا في نمط الاستهلاك الذي فرضه علينا كوفيد 19 والذي حولنا إلى كائنات شرهة دائما تحس أنه يمكن أن تنفذ الأشياء من أو السلع والمواد، فنهرع إلى المحلات ونجففها بشكل تام كأننا لا نريد أن ننتهي كبشر، وتبقى المواد التي صنعناها ووضعنا لها تاريخا للصلاحية بعدنا، فنريد أن نعدمها معنا رمزيا. هذا هو البعد الآخر، مرتبط أيضا بالسخرية. فالكتاب يجمع بين التأمل الفكري، التأمل الفلسفي بين قوسين، لا يمكن أن أدعي أنني عالم نفس ولا عالم اجتماع، إن السوسيولوجيا والسيكولوجيا مطروح عليهم التفكير في هذا الفيروس وما خلفه على العالم الذي لا زالت أثاره مستمرة بيننا في حتى هذا الوضع. ولكن من وضعيات المثقف المتتبع للقضايا التي يحفل بها عصره سخرت كثيرا من هذا الفيروس، والسخرية هنا هي قلب العالم على رأسه لكي نكون على رجله بعد أن كان مقلوبا لكي لا نرى له وهية معقولة. والسخرية كما تعرفون هي الأقصى الألم، هو الخوف من الموت، هو أشد المبكيات، هو الذي يضحكنا أحيانا، كنا نضحك على أنفسنا، جعل دفعنا الفيروس لكي نسخر من أنفسنا، نسخر من ضعفنا، نسخر من عاداتنا، نسخر أيضا من علاقاتنا. وهذه السخرية هي سؤال وجودي، نحاول أن نفهم العالم أكثر على ضوء ما ولده فيروس كورونا، هذا الإمبراطور المعظم الذي أدخل 3/4 البشرية إلى الحجر الصحي، وإلى يعني نزلت الجيوش إلى الشارع وكأننا في حرب. ولذلك كانت هذا القاموس الذي استعمله الصحفيون، الغزو، المحاربة، وكأننا أمام عدو لكنه عدو غير مرئي، عدو ميكروسكوبي، عدو متحور حريمي عنده أكثر من وجه وأكثر من صفة، وأربكنا وأدخلنا في اللايقين الذي لازلنا نعيشه حتى الآن. طبيعة الحال المناسبة هي توقيع كتاب في حضرة الأمبراطور كوفيد 19، وهو بالفعل كما شخصه الأستاذ عبد العزيز كوكاس هو أمبراطور أيضا لا يظهر إلا ليختفي. هذا الاختفاء هو الذي حاول الكاتب داخل كتابه أن يتقفى أثره ويتناول انعكاسه على مستوى المجتمع، فكانت له تأثيرات متعددة. أنصح الإخوة باقتناء الكتاب والاطلاع عليه، فهو إلى جانب كونه يكتب بكتابة حجاجية فهو أيضا يكتب بلغة شاعرية جميلة تدغدغ أحاسيسنا وتجعلنا فعلا إنسان في زمن فقدنا فيه إنسانيتنا. وشكرا.